بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بنران برز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبرنامج رابردو باسي ومكر كهنديكات لباري يقرا يوق سي جواز كرا وللان زانانا وهنديك توثيق يان كردوا هنديك جرح يان كردوا يا وتويانا رواتكاني الصحيح نيا لم حالتي أبي قسي كاملانيان وربيجيريات زانان زورشتان لو باري وتوا هنديكاد وتوانا زورينا رأي شون بيد رأي أور أجيري هنديكاد وتوانا أقر جرحيك مفسر بيت أور أجيريت الجرح المفسر ما بزل مفسر شيء يعني روني بكاتوا وكسي كجرحي راوية كات روني بكاتوا لبرشي جرحي أكات هلي هي للروايات يا فسقي يا دروي يا شتيكي اللي بينيوا روني بكات والتفسير بكات كبوشي رواتي أمكسة صحيح نيا ألين أقر بوشي ويبو روني كردوا أو جرح أو كاتا ورأجيريته مقدمة بسر تعديلة يعني الراويك للاين كسي كوا بيبوتريا ثقية للاين كسي كتروا بيبوتريا لاوازة ضعيفة للروايات بلام أم لاوازة روني نكاتوا كبوشي لاوازة مرجنية وربجيرية لواني التعديل كالراس تربية بتابتي أقر جماري التعديل كزيات تربية واني كألين ثقية بلا مكس أمكسي كألين للروايات لاوازة كجرحي أكات تفسيري بكاتو روني بكاتو هو كاري أم لاواز كردنا تشيا هو كاري أم جرح كردنا أو كاتا أو جرحا لبيشترو أو ورأجيرية بلام حالتي كديكا هي كوائب يتهوي ترجح كردن لنيوان أو دو قصة جاوازانها أو دو قصيك جاوازيانها كما آية ثقية يا ثقانية يقلو حالة قرنقانة أويك أو كسيك قصي لباري أو راوية كات معاصر بيت هاو شرخي أو راوية بيت يعني تو زانايا كده راوية كده أو كسيك معاصرة لقل أو لقل أو جياوة نزيك لسردمكي أووا ياخذ لقل أوى اللي يكسر دمابون أو توثيقي أكاد تعديلي أكاد على الرأي كي ثقية كسيق لدواتر هاتوا صد صال لدواي أو هاتوا بون منا بنجاسال دو صد صال لدواي أو الرأي هاتوا قسلا باري وكاد على الرواية كان ضعيفة ما كامل اللي بيشترى أو أي كوا لسردمي أو الرأي جياوة ومعاصر بو ولواني قتابي بو بيتي لواني بيك وجابن بويا هندي كاد أو زور جرينجا أو كسانك قص لو راوي أنا كان سرد مكانيا لشكاتك جياون تاچنك نزيق بون لو راوي وكقصيلة سر كراوة وأو قصيلة سر كردنا هندي كاد أجاتا كساتي الناس راو كساتي كي جور لنا وعالمي إسلامية لنا أمة إسلامية جاريوا كسيج ناس راو وكسيك زور عالم بلام هنديك قسان لبار وكردو وتوان الروايات كاني الصحيح نيا يا ضعيفة للروايات اما بيت شون بشوي كي زانستي لم لان برواني زاني كي قوري وكو امام ابو حنيفة بونمونا ابيلين هنديك قسان لباري وكات هنديك وكو ابن عدي لكتب الكامل في ضعفاء الرجال قسان لباري امام ابو حنيفة وكات وهنديك يجل لم سردم الدين او جور الروايات انا باس اكن بلام اي امام ابو حنيفة خوي كي ابو زناني سردمي خوش شون باسيان كردوا زناني قوكو امامي ذهبي لكتابي سير اعلام النبلاء كا امامي ذهبي زناني كي زور قوري وناقدة زور رخنيه للراوية كان شندين كتابي للرجال حديث وعلمي حديث دانا وكو ميزان الاحتدال وتذكرة الحفاظ وسير اعلام النبلاء والتاريخ الاسلام يكي لكتابة قرينجا كاني كسير اعلام النبلاء لم كتابك كاتك باس لأبو حنيفة أكات رحمة إخوائي لبي بمشيوي وصفي أكات أفرمي الإمام فقيه الملة عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي بإمام ناوي هنت فقيه الملة فقيه يعني شرعزان شرعزاني ملة يعني ملة إسلام يعني لنا أمتي إسلاما وكأوي بليل لهموي زياتر شرعزانا غيري الصحابة بيكمان صحابة التابعين عالم عراق أبو حنيفة نعماني كري ثابت بازل ما مصاكاني أكات وكيل دايق بوا وكيبون قتابي كاني اللي صالي هشتاي كوتشي لجياني صغار الصحابة لدايق بوا صحابة كان كبار يعني هي صغار يعني هي كبار أواني كالتماني عن هبو لزماني بيغمر عليه الصلاة والسلام قوربون وكو أبو بكر الصديق وعمر كري خطاب
عثمان كري عفان أوانا كبار صحابا بلام صغار صحابة أوانا كوا دواتر لزماني بيغمر عليه الصلاة والسلام منالبون يا لزماني بيغمر على دايقبون بوي أوانا بيغمر الصغار والصحابة تماني أوانا زياتر بود دواتر زمان يزور دواي بيغمر عليه الصلاة والسلام مانوا بوي الله لصالي هشطاء لجياني صغار الصحابة على دايقبون صحابة بشوكا كان شنكا أو زمانا صالي هشطاء يعني حفتا صال لدواي بيغمر صلى الله عليه وسلم شنكا بيغمر إخوة صالي يانزيك وشي وفاتي كردوا كالي صالي هشطاء يعني نزيكي حفتاو نزيكي شاستونو حفتا صال لدواي بيغمر عليه الصلاة والسلام أبي كيما بيد لجيانا لواني كوا بيغمر إخوان بيني وحفتا صال بيجئوا كسي قوكو أنسي كري مالك ماوا بونمنا على أنسي كري مالك بيني ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة كأنسي كري مالك هاد بو كوفة أبو حنيفة شاي بيكوت ولم يثبت له حرف عن أحد منهم بلام حديثي لكسيق لصحابة كانوا روايتنا كردوا شنك من أربوا بلام حديثي لعطاء بن أبي رباح روايات كردوا كباشترين يا قولترين شيخي أبو حنيفة بوا ولا شعبية ولا طاووس ولا أقر صحيبات لا طاووس ولا كمال كتير لزانيان ولا حمادي ابن أبي سلمة ابن أبي سليمان وحمادي ابن أبي سليمان وبه تفقه وبه تفقه يعني فقه لور قلتوا أو شيء به تفقه زوجار أبي سريد لكتبكاني ميجول لكتبكاني فرمودية لحماد ابن أبي سليمان وفقه ورقلتوا وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك عليه تيكوشا بو ورقلتني فرمودكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام والسفري كرلا بيناو أويا وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك الله بلا مسألة فقه شرع زاني والتدقيق وردكاري للرأي لبوشون لقياسات لمسائلك بيوندي بوردكارية وهي الشرعاء وأوانيك غوامضة أوانيك ناديارة لنظري خلقا يعني آلوزو اللي يقولين وو بدو داشوني زوري أبا الله أوا قشتوة أو بري درجة لزانينو لوردكاري لولايانيا فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك الله خلقيش هموي قتابي أون لولايانيا أم قصيتنا ندل إمامي شافعي شوار روادك كإمامي شافعي فرميتي خلق عيالي أبو حنيفة لفقها يعني خلق قتابي أبو حنيفة لزانيني وردكاريكاني شرع تواتر ألي أجريتوا إمام الذهبي لكرزايك إمام أبو حنيفة كناوي إسماعيل إمام أبو حنيفة كريكي ناوي حمادة حماد كريكي ناوي إسماعيل أجريتوا لإسماعيل ألي باوكم بألي بابيرم كأبو حنيفة لصالي هشطال دايق بوا والروشت بولاي وثابت كباوكي بابيرم كاد يعني إمام أبو حنيفة خوي ناوي شيا ناوي النعماني كري ثابتة ليرا ألي ولد جدي في سنة 80 بابيرم كإمام أبو حنيفة ناوي نعمانة صالي هشطال دايق بوا ثابت كباوكي بابيرم أكاد روشت بولاي إمام علي لكاتك كمنال بو يعني ثابت بابيرا قوري إسماعيل بلين باوكي إمام أبو حنيفة روشتوا تخزمتي إمام علي ككاتك ثابت منالبوا فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته إمام علي دعاي بو كردوا كخواي بروردقار بركة بخاتة جياني خويو ذريتكشي نوكانشي ونحن نرجو من الله أن يكون استجاب ذلك لعلي رضي الله عنه فينا الله إما أميد مانوايا كخواي قورا أو دعايي إمام علي جيرا كرد بيد بو إما كدعاي كردوا بو بابيرا قورم كثابت باوكي إمام أبو حنيفيا كخواي بروردقار بركت بخاتة جياني خويو نوكاني الله أميد مانوايا خواي قورا أو دعاي إمام علي جيرا كرد بيد بو مان وديارا خواي قورا أو دعاي جيرا كردوا زوريا للمسلمان لعالم إسلامي شون كوتوي مذهبي إمام أبو حنيفا شوار مذهب كزور قوريا كالعالم إسلامية كخلقي بيروي لأكن مذهب إمام أبو حنيفة مذهب إمام مالكة مذهب إمام شافعي ومذهب إمام أحمد
اتوانی بلند مذهب امام شافعی نگی اجلا سرچوار بلکو نزیکی اجلا سرسی عالم اسلامی پیروی مذهب امام ابو حنیفه اکن هر ل عرب سنة كان عراق ولا زوريق ولا مصر لا مصر لا محاكم لا فتوى كان مصر دار الإفتاء مصر كارب رأي ما أبو حنيفة كان لمسائل شخصية بزوري باشا المسلمانان تركيا وأفغانستان وباكستان وأذربيجان وزور شوينة المسلمانان بيروي لمسابي إمام أبو حنيفة كان ويا ديار أما أو بركتي كوا إمام علي دعاي بو باو إمام أبو حنيفة كردو كخواي بردقار بركة بخاتة خويو نوكانيو على يوم لا محمد كل سعد أو في أجرته سمعت يحيى بن معين يقول كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظ يحيى كري معين كيجي كلو زناني زور تدقيق يعني كردو لمسألة رواية فرمودها وزور نقد يعني ورح نقرتين على الرأي كان زور تنبوه لبار إمام أبو حنيفة وعلى حديث على إمام أبو حنيفة ثقة وحر حديثك اللي برنبوه رواياتنا أكرت أو يك حفظي بو أو اللي بري كردو بوش أو يك ضبط كردو أواني الروايات كردو رواياتي كتير هنا وهر إمام ذهبي لا يحيى كري معينة على كان أبو حنيفة ثقة في الحديث أبو حنيفة في قب ولا حديثة يعني أحياء كري معين شنين قتابيها بوا شاري وابوا أو قتابي أنا هري كان أشتري روايات كردو ولا أحياء كري معين وابو نمونا ليرة بدو سند لدو لقتابي كان أحياء كري معين أم خسيه هنا وكي أحياء على أبو حنيفة في قيا محمد كري سعدي أو في الله سمعت أحياء بن معين بن معين صالح كري محمد أروى الله سمعت أحياء بن معين هادو كان أمر رواياتك اللي أحياء وك على أبو حنيفة في قيا فاشان روايتك بسرك باس أكاد إمامي ذهبي خوي على أم روايته بمواية صحيحنية أم روايته أم حكاياته بسراتك روايتك على ابن علان بو يراينا ولا كندية والسندك ينظر رابيتيا سندك أما وكوتمان هر روايته بسرهاتك أقر شيري وكيك بأقر خسيتك لزنانيش بسند روايتك لات أبي برقي أو رابيانك أو بسراتيان بيستوى أوان لرقي أوان وتمار بكريت كي أم بسراتي بيستوى شون بدس يعني قشتوا يا شون بيان قشتوا أجرته لأبو يوسف وكقاضي أبو يوسف قتابي إمام أبو حنيفة بس نديك كوا يانزك سيتي يا أبو يوسف ويانزكس على أبو حنيفة وتي لما أردت طلب العلم جعلت أتخير العلوم وأسأل عن عواقبها على كاتك كويستم بخوانم برسير ما كل بارع المكان وكاميان باشترى وكاميان هول بدم عاقبتي عن شونا على بيان وتم تعلم القرآن بيان وتم فيري قرآن ب وتم إذا حفظته فما يكون آخره وتم أقر القرآن لبرك الآخرة كيشيا قالوا تجلس في المسجد فيقرأ عليك الصبيان والأحداث ثم لا يلبث أن يخرج فيهم من هو أحفظ منك أو مساويك فتذهب رئاستك وتيان داءني شيلة مزقوتا درس ريته وبمنالان بوانيك تعظب يقشتون إن جاء أواني بيناتش يكسيق لوان لتو باشتر قرآن لبركة لتو باشتر أي خوانيات إن جاء تو رئاسته ما مستعتي وجوريتي كدنا لدس أديت شو كسي قبيلة توبة أشربها قلت من طلب العلم للرئاسة قد يفكر في هذا أو هيك علم لبرخاتري الرئاسة بخوانها لبرخاتري أو ناويها بيننا وخلك ناودار بيت خلق بجوري بزاني لواني بير لما بكاتوا كدواي كسيك جي أم قريته ولم بأشربه وأمر رئاسته زعامتك ينامنت بلام وسابته كواب يا غمر عليه الصلاة والسلام فرميتي أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه باشرين تان أويا كوا قرآن في ربي وفي خلقي شبكات شاكواتا قركسيك ما بستي الدنيا أنا ما بستي رزامن دي خواي برد قاربية بير لونا كاتوا كأوي أو خلق قوايا وتويانا يا سبحان الله وهل محل أفضل من المسجد إن جاء أي شوينة كشي إلا مزقود باشتر بيت يا والان داني شينا مزقود قرآن الله توا أو كسيك القرآن بخينت شوين هي لمز قود باش تربيت وهل نشر لعلم يقارب تعليم القرآن هيج علم يكو هيج فير كردنيك هيج فير كردنيك لقرآن باش ترى لقرآن فير كردن باش ترى لو باش ترى قرآن فير خلق بكيت يعني نزيك بيته هاو شوي أويا كلا والله نخير والله هيج علمك هاو شوي قرآن نيام وهل طلبة خير من الصبيان الذين لم يعملوا الذنوب فرمي هيج طلبيكيش هيش قتابيكيش لو منالانا باشترن كا قناهيان نكردو بيتاوانن
اما قصه کی زور جوان لري براسي يعني هولدان بو فير كردني منالان قران بيروزيان فير بكريت ك منالان لو تمنى كتعظب يغن كبي غناهن دليان باكا كهرشتي جان بي اوتري وري اغرن لو تمنى براسي زور بباشي باساني شتا چاك كان فير اكريت روشتي جوان يعني فير اكريت زور خيري كي غوري لمسر دما كسانك بتوان منالي بشوك وتعظب يغشت وكان فيري قرآن وفيري أخلاق وروشتي برزو شريعة إسلام كان أو خيرك زور جوري براسي أم خسيك ليرك راوشتي زور جوان يعني شو نقل مزجوت بيرو السرنية شتي جنية للقرآن باش تربية كإنسان فيري بيتو هولي ببدات وكسيك لو من علانا باك ترو بيقولها ترنية كإنسان هولا نقلا بدابو أي كوا فيري قرآن وفيري شتي شاك وروشتي برزيان بكات وكو أم حكاياته خودي أم بسرهاتك إمام أبو حنيفة أمي وتبيت وبرساري كردبيت لباري أوي كتش علميك فير ببيت وتوانا علم قرآن فير ببا إمامي دواتر بازلوكا وتم أي أقر حديث فير ببم أي أقر نحو فير ببم أقر فقه فير ببم شي أبيت تفاصيل أم حكاياته باش يويك إمامي ذهبي بيويك أمه البسراوة ألي وأحسب هذه الحكاية موضوعة بيوي أم حكاياته موضوعة البسراوة وكوت من حديث البصرة وتنها لمسألة الروايات البصرة وتنها لحديث ثانية أكلي هر حكاياتك البصرة وبيا أكلي هر قصيك بناوي كسيك ودروس بكريت ففي إسنادها من ليث بثقة الله لا إسنادك يا كسانك تيا كثقنين خلك تيا لإسنادك يا كثقنية شو كإسنادك من نمخي عنده ولام سيرك تشن دور درجة ابن علان بو جراينا وأنبأنا الكندي أنبأنا القزاز أنبأنا الخطيب أنبأنا الخلال أنبأنا علي بن عمرو الحريري حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن محمود حدثنا محمد بن شجاع حدثنا الحسن بن أبي مالك تأجات عن أبي يوسف إن جاء علي أبي يوسف بو جراينا بو إمامي ذهبي سيري أم إسنادة أكات أم حكايتها أم بسرات الرجاء أم إسنادة وهاتوا يا بيا سيري كين يا هري يقلم راوي أنا شونا يقراوي تيابي في قنا بيا يا يعني نسراوي مجهول به وواكله رواياته كالصحيح نبات كمقبول نبي ورنجيري يا بريار بدين كهر موضوع اصلا هالبسراوه ذهبي بيواك هر هالبسراوه شي وايليكات كبهالبسراوي بزانيت نقوي كالراويك تنها الراوي ضعيف بيت راوي ضعيف بس خلواني رواياته كالصحيح يعني براستي بدروستي او رواياتي جاند بيت بلام جاري واهيه تناقضك يا شتيك هي الروانقي ميجويه ولا الروانقي التاريخيه وانا قنجد بول مناباسي خويندني علمي كلامكات على شيء سرت باسي حديثك وتم فإن سمعت الحديث وكتبته حتى لم يكن في الدنيا أحفظ مني أقر دراسي حديث بكم وروايات حديث بكم جوال حديث بقرم دواي أو شيء أبيت حتى وقوام لبي للدنيا كزلم حافظ ترنبي لمسألة حديثة وتيان إذا كبرت وضعفت حدثت واجتمع عليك هؤلاء الأحداث والصبيان ثم لم تأمن أن تغلط فيرموك بالكذب فيصير عارا عليك في عقبك وتيان أقرواد لبي محدث يكي زور قولي بي خلق روتي أكابو أويكوا حديث دليور بقرن أن جايتر منالو خلقي بتعزة بيقشتوش لازمني أوانا دين بولات واحتمالته هلب كيت كاتك زور تمنت أبي بير أبي لواني هلب كيل الروايات كان دواي بيطلين دروعك على الروايات واد لي أبيتا لكو تانيك بو خوتو بو نوكانش دلان حديثة دروي كردو هلي كردو للرواياته وتم الله وتم لا حاجة لي في هذا وتم أما بيويستم بمن يكواتم من أنجامي دراسة كردني حديث بمشوابي يعني أم رواياته بو يا إمامي ذهبي الله موضوعة أو بشيك بمدي بقرآن وبو إشكاليك نبو لوياك إمامي أبو حنيفة بو شوابي باسي قرآني كردي بيك باشترين علم إنسان بيوي مشغول ببيت بلان بمشوابي باسي فرمودي كردي بي خلقي بوتبيت يعني أنجامي خويندني حديث وأنجامي أو يكبيبي تزانيك قبر الحديثة أو يدواتر احتمال هلبك إلى الروايات وخلق بيد بلا أما هلايك ردوا يا أما دروي كردوا للروايات أما كي باساوك أبوي كخلق حديث نخوينت أجا هركسك تمني كيزوري هبي وهلبك إلى الروايات يتربوه أووا واز لحديث بهينت وهلا جنجي ونخوينت شو نشتي وابي دواتريش كباس علمي كلامك أدقاي ما وحنيفة وتم علمي كلام إمام ذهبي الله لو سردمها علمي كلام هر نبوة علمي نبوة بناء علمي كلام بويا الله أم حكايته هل بسراوة أما دروية بناء أبو حنيفة الله قلت الآن كما جزمت بأنها حكاية مختلقة الله وكتشون دلنيام يعني أما حكايتك مختلق مختلق اسم مفعولة يعني هل بسراوة بناء أبو حنيفة فإن الإمام أبو حنيفة طلب الحديث وأكثر منه في سنة 100 وبعدها
علي إمام أبو حنيفة طلب حديث كردوا بشوين حديث أروشتوا حديث خواندوا وري قرتوا لما مستاكان لو شيخاني كوال لو سردما لو إماماني لو سردما حديثين روايات كردوا وزوريش حديثي ور قرتوا وأكثر منه حديث زور ور قرتوا لصالي صدو دواتريش شونك أخوي صالي أشطال دايق وعين تماني بيصالي دواتريش لو سردمايا من الان بوشي او عند حديث يعني نخوان دو حتى وكبلين الصبيان واحداث اشن حديث اخوانا ام قسيك ولو سردمك او اصطلاح على صالي السياسه ودواتر او اصطلاح دروز بو مسالي الصبيان واحداث بل كان يطلبوه كبار العلماء كبار علماء زانا قبل كان حديث يعني اخوان دو نقوي بلين منالو كساني تاصف يقشتو اگر شي دواتر زانا ان هولندا ومنال الحديث بخوان بويكوا هل سرتاوا بتوان الحديث كان لبرب كان هل سرتاوا كمش كان هشتا توانا يباشي هي حديث كان بباشي بولا بربكريت سرتا قرآن يعني لبركلو دواتر فرمودا وفقها خوان دوام الله بل لم يكن للفقهاء علم بعد القرآن سواه لو سردمي لسردمي الصحابة وسردمي التابعين وتابع تابعين كإمام أبو حنيفة لتابع تابعين شنك لا راس تلا سردمي الصغاري صحابة لدايق بوا لكاتك هاوشوي أنسي كوري مالك لجيانا بوا صالي هاشتاي كوشي بلام لبر أوي كوا فرمودي لصحابة كان نبي استوى بي أوتريا بينا أوتريا التابعين يا ماويكي زور لقلان نماوته وياخد أقر بيشي بلين التابعين كسيك كوا الصغاري التابعين يعني لو سردمي بحال هنديق لصحابة كان يبيني وا ألو سردمي خلق مسلمانان زانايان غير قرآن وحديث علمي كتري النبو لم يكن للفقهاء علم بعد القرآن سواه أو ضمير أبو حديث أقرته غير حديث لدواء القرآن علمي كتري النبو ولا كانت قد دونت كتب الفقه أصلا كتب كان فقه أو سردم أصلا هر تدوين نكرابون نسرابو يوا ننحو صرف نكتب كان فقه نعلمي مصطلحي حديث نعلمي كلام ننسرابون وبوشي ونبون مدارسي كتابتي وخلق بشبه خينات إن جاء الله دعاء وتم أي نحو في ربهم وتيان لواني دانيشي بيتا ما مصاق رزقك روجك دو دينار سي دينار بي وتم أميش سو دينيا وتم أيقر شعر في ربهم حتى وكسيق لمن شاعر ترنبيا وتيان لواني مدحي كسيك بكي هدية كد بداتي دعائي لكسي بزار بي هجوي بكيت وتم أمش بيستم بمنيا وتم أي أجر كلام بخوانم فإن نظرت في الكلام ما يكون آخر أمره أي دعائي آخري كلام شيا وتيان لا يسلم من نظر في الكلام من مشنعات الكلام فيرمى بالزندقة وتيان لواني هندي هلا بكال مسائل كلام دعائي بيبلن كسيكي زنديقة ياخد يا أكجري يا بسلامة أمينته وبلان بمذمومي وبلو مكراوي لنا وخلقا إن جاء إمامي ذهبي كدوائي أما باسكاد ألا قاتل الله من وضع هذه الخرافة ألا أخوة أو كسبك جاءك أم خرافة داناوة خرافات يعني وهل كان في ذلك الوقت وجد علم الكلام بو ألا لو سردما يا علم كلام وجودي هبوا حتى وكو إمام أبو حنيفة أوا برسار بكات آية علم كلام بخوينم آية نحو بخوينم آية فقه بخوينم ألا كوا علم كلام لو سردما وجودي هبوا أو كلام دواتر داهات بري علم كلام إجبريتي إلا ساكردن لعقائد إسلامي لغيبيات لإلهيات لباسي نبوات لباسي روج قيامة ويكواب يندي بعقائد إسلامي وهي ساكردن لذات أسماء خواي بروردقار لصفات خواي بروردقار لروشنائي لجير روشنائي قرآن وسنة وهروها هندي قواعد منطقي وعقلي كوازانان لو سردميا بقنجاو بباشان زانيوا بو إثبات كرديني عقائد إسلام و إثبات كرديني وجودي خواي بروردقار و زين دوبونو أو جورا غيبياتاني كوالا عقائد إسلامي هاتو لو سردميا سردمي أبو حنيفة اشتيق نبوة بنامي علمي كلام يعني حتى أو مصطلح نبوة بو إمامي ذهبي أم روايته مختلقة ألي موضوعة إجلي قاتل الله من وضع هذه الخرافة وبيش إلي خرافة باشان دوائي ألي قوايا برسياري كله باري فقه وتيان فقه زور باشا برسياري اللي أكريا فتواب وخلقي أديت لو أنا ببي بقاضي وتم أمشتي كباشا ودسم كله بخوين دني فقه راس إمام أبو حنيفة فقه أبو بلام أمر رواياته ومحكاته بمشي والصحيحنية وإمام أبو حنيفة ما بستي قضاء نبوة أصلا داوي لكرا ولا الآن منصورة وكوا خليفي مسلمانان بوا لعباس يكان أو أبو داوي لكرا
وأمري بيكراك وبيتا قاضي إمام أبو حنيفة ردي كرد وتي من أهليتي أو منيا منصور بي ود روكيت وكوي كل الروايات كان هاتوا كذبتها يعني رأس ناكيت أو شتي ديكواتا أو تو سلمان دتك من أهليتي أو منيا ببن بقاضي شو إنك أجر تو قسكيت وابت من رأس ناكم كواتا من كسي رأس قوني متر شون أبن بقاضي شون شون شياوي أوم كببن بقاضي بلام أجر قسكيت تو وأنا بيتو من قسكي من راس بك ألم شياوني من أهليتي ومنيا كواتا أهليت منيو بوناشين ببن بقاضي كواتا أم قسيلي ريا قوي إمام أبو حنيفة هاند رابد بوي فقه بخوين دواي بيت بقاضي ما دي أرقسيكي نار راستا وكوي كإمام ذهبي وشو باسي كاشتكي هالبصرة ودروية دواتر باس لا هرهمان قسا ذهبي كاتو على والله أعلم بصحتها وما علمنا أن الكلام في ذلك الوقت كان له وجود والله أعلم بس دوكات كتشون للاي حماد ابن أبي سليمان فيري فقه بوا وقال ما وي هجدسل للاي حماد ما موا تافيري فقه بوا بس دوكات كقال من بيم خوش بو قايا مجلسي كتابت بخوم هبي درس بلا موافتوا بدم ودواتر علي حماد سفري كربو بصرة كسي كان مردبو ميراتي يجتبو كأم وارثي أو ميراتبو رجبو بصرة سفري كر وتي لجيقي من عداب نشا وتي لو ما ويا برسياري زورم ليكرا نزيكي شصت برسيارم ليكرا كخوم جواب مدايوا دوائي كهاتوا ولا مكان منوسيبو والله مي برسيارا كان كشوم دا برسيارو ولا مكاني كشون بوا من والله مي برسيارانم شون داوتوا علي بيام نشان دا فعرضتها عليه فوافقني في 40 وخالفني في 20 الا لو مثلا انا كل مثلاً موافقي من بو بلام لبيس دانيان مخالفي من بوتي والله مكي وانيا هلا والله مداوته فاليت على نفسي الا افارقه حتى يموت الا سيون دم خواردو بلين مداه لحمادي كري ابو سليمان جانب موا حتى اوكاتي وفاتكات بو الله هجد صال لا امام ودرس مخين حتى اوكاتي وفاتكات أما لما سألي فقه خواندني فقه كبمشي ويا هول داو تابوتا أو فقها كسا أو كسا ناو داريك لناو أمة إسلامي بوشي ويا شاتي بو بدلت مسألي عبادته شونو يجو مال بخشيني إمام أبو حنيفة زانان بمشي ويا باسان كدو إمام ذهبي ليرا لسير علام نبلاء هي نامتي قال أحمد بن عبد الله العجلي حدثني أبي قال أبو حنيفة قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت فيه قال أبو حنيفة فرمي هاتم ببصرة قمان موابو كبرسياري هرشتك ملي بكري لمسائل الشرعية أتوان ولا يبدأ مبراستي فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب فجعلت على نفسي ألا أفارق حمادا حتى يموت فصحبته 18 سنة هذا ما نقصي بها شو قال برسياري كوملش تملكرا كوا ولام لا نبو بويا بلانم دا ياخذ سويندم خوارد كوا لقل حماد بمن موتا وكاتيك وفات اكاما ويهج دصال لا ما مودرس من الاخوند سمعت عبد الله بن المبارك يقول لولا ان الله اعانني بابي حنيفه وسفيان كنت كسائر الناس امام ذهبي جرت ولا عبد الله كريم مبارك وكزانيك غورو ناودار لو سردميا لحديث لفقه للتقوى وعبادته ورع بخشندي كسيكي زورنا ودارا عبد الله كريم مبارك أفرميت أجر خوي بردقار يا رمتي مني ندايا وأبو حنيفة وسفياني ثوري نكردايته وكار بو فير كردنو بالورد كردني منش كسيك أبو موكو أو خلق آسايا كنت كسائر الناس يعني زانيك وكو عبد الله كريم مبارك بو شوية شاياتي بو إمام أبو حنيفة أدات كوا إمام أبو حنيفة وسفيان ثوري بونته وكار بوويكا أو كسيكي وها شعر زابيت لدين شعر زابيت لفقه شعر زابيت كسيك بيا لربازي شريعة إسلام بوشيوه كسيكي ناو دار بيت زاناي وكو يحيى كري معين توثيقي إمام أبو حنيفة كردوه زاناي وكو الشعباء كتشن متشدد بون لتوثيق كردين رابيا كانا توثيقي إمامي أبو حنيفة كردوه بويا كاتك قسلا سرزانا يكوكو أبو حنيفة أكريب يوست الزور بوردي يما همو سرشاوة كان سير بكينوا بزاني زانان شيان لباري وتوا أصن كساتيكوكو أبو حنيفة بو إما نهاتوا براسي قسلا باري وبكينوا الرخيين اللي بقرين لكاتك زور يقل عالم إسلامي شون كوتوي مسابكي أون
لكاتيكا زانيك وكو إمام شافعي فرميتي خلقي هموي خوينت كارن يا منتباري إمام أبو حنيفة لفقها يعني إمام أبو حنيفة بيشواي خلقة لفقها لشرع زانية وتا إمام الذهبي بوشي ويا وصف أكاد بيالي فقيه الملة فقيه أمة إسلام يعني شرع زان لأمة إسلام بونا ويدر كردوا تنان الدواتر أليت وقال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة خسك إمام الشافعي أنا قلت الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام على إمامة واتب بيشواياتي خلق بيشواياتي مسلمانان لفقها ولدقائق فقها واتلو ردكاري كان فقه شرع زانية تسليم بم إمامة كراوة يعني كاري أوى يعني أو بيشوايا أو بيشنغا أو لهموان لبيشترى لزانيني فقه وردكاري كان فقه شرع زانية مسلمة إلى هذا الإمام وهذا أمر لا شك فيه الله مشتك قماني تانية أما إمام الذهبي آوى أليت وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل الله يقر كسانك شواب أو أندت تينقشتوب كتناند روج بيوز ببالقبكات بلي أو إسار روجة إسار روجة الدنيا روناك بيوز ببكا بالقيب بهني توا حتى بوي إثبات كتك إسار روجة وشونية الله يترك واتا هيجراسي وحقيقتك لذهن إنسان رأس نابته وساغ نابته وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين على أكريك سيروج يعني أول دو مجلد على دو بري كتابة باسي لي وبكريت رضي الله عنه ورحمه إمامي ذهبي بوشي باسيك على خواي قورا رحمي بيبكات لي رازي بيت تناند على خريبي وتي ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل على هركسيك قسل باري أبو حنيفة وبكا قسيب يبلي يا حاسدة يا جاهلة على كسيك نبيك حسود بي يا كسيك نبيك جاهل بيت قسب أبو حنيفة نالت وقسين نشياو لباري وناكت وقال يحيى كري سعيد قطان وتي لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة على باش للرأي أبو حنيفة ما نبستو الزور بي أقوال كاني أو ما نورقلتو بي ريوما اللي كردوه علي كري عاصم الله أقر علمي أبو حنيفة اللي قال علمي أهلي زماني خويا براورد بكريا وبكياشريا بترازويكا علمك أبو حنيفة راجح ترى قرسترا لعلمي أوان حفصي كري غياث الله كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعري لا يعيبه إلا جاهل الله قسقاني أبو حنيفة لفقه لشرع زانية زور وردا أويكوا جاهل نبا رخنا ناقري لأبو حنيفة ولك دارو عيب داري ناكات يا روب وشونكاني أو يا قسكاني أبو حنيفة لك دار ناكات بننجي ناونا هنا تسيري ناكات أعمش الله برسالي لك لباري مسأليك وتي إنما يحسن هذا النعمان بن ثابت وأظنه بورك له في علمه وتي أمجور مسألة أم وردكاري لشرع براسي أبو حنيفة إزانت نعمان كري ثابت جرير الله مغيرة وتي برو للاي أبو حنيفة داني شباب فيري فقه بي أقر إبراهيمي نخعيزي ندوبة أشول للاي دانيشتو هاولي أكردو يا أبو بقتابي أو علي ابن المبارك وتي أبو حنيفة أفقه الناس عبد الله كل مبارك أفرمي أبو حنيفة فقيه ترين كسا يعني لهمو كزيات الله فقه لشرع شارزايا وآقادارا بوي أمانا باش يقبون لو قسو باساني كوالا باري إمام أبو حنيفة ووتراوا تناند أوتا أوزانانا هندي كانوا تيانا أويكوا حاسد نبي يا جاهل نبي قصب إمام أبو حنيفة نالت أوانيكوا معاصري أبو حنيفة بون تعديل ينكردوا توثيق ينكردوا بوشي ويباس ينكردوا كو عبد الله كري مبارك وك أعمش وك شعباء وكو يحيى كري معين وكو يحيى بن سعيد القطان أوانيكوا متأخيرا دواتر هاتون هندي وكو ابن عدي وكو نسائي يا دار قطني أواني متأخيرا زور لدواي زماني أبو حنيفة هاتون أوان قسان لسر رواياتي كاني أبو حنيفة كردو أجائي ما أبي أقسي كاميان ورقرين أوانيكوا لزماني أو جياون يا أوانيك دواتر هاتون أوانيكوا لعلم لزانستي فرمودها بلان بالاتري أوانيكوا دواتر هاتون وناغانا بلاي أوان بيقومان أوانيكوا تعديلي أبو حنيفة كردوا بقوريان زاني وروايته كان أبيان بصحيح زاني وبلكو أبو حنيفة بإمامه بيشوا زاني ولا فقها وتوانا بيشوايها مؤمة أوانا جماريان زياترة ومرتبو بليان لعلم لزان استيشا قورترة أبيشوين أوانا بكبين لو كسانا بين كوا وكأوزانا أنا ألي
أوي قسبة أبو حنيفة بلا يا حاسد يا جاهل إن شاء الله يا ما نحاسد بين نجاهل بين قسبة زناك وها بوشيا ويا جورنالين بشوي نشيا وباسي نكين أوي كواب ترا ولا باري أو نابي بوشيا ويا ما بيخين الروب وخلكي آسائي كوا بلا شون إمامك وا جور أم خسان لباري وكراو أوي كوا لباري وكراو هموي قسبة شكان بخين الرو باسي بكين نيتمان رضا من دي خواي بروردقار بيت حتما بركة خراوة علم إمام أبو حنيفة دعاي إمام علي جرابو بوخوين وكان بوي بوشوي العالم إسلامية بيروي لما سبكي أكلتو أعمش جوتي أظنه بوريك له في علمه وتي بي موايا بركة خراوة علمك يا أخوة قولة بركة خسوة علمي أو أو تاديار أنجامي أو بركة أبيني أو همو بيروي كرنيك وعلى مذهبي أو أكلت خواي بردقار يارمتي درمان بيت كوا شوين ربازا راسود المستكي زانا قورا كان بكوين كوان شوين ربازي بيغمر كوتون عليه الصلاة والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.